أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وها نحن اليوم وفي هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة، نرفع أكف الضراعة إليك ونحن موقنون بالإجابة، ونقول اللهم انصر أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس إنصاراً عزيزاً تعز به الدين وتسمع به كلمة المسلمين. اللهم شافيه وعافيه وأمد في عمره وبارك في حياته وسدد خطاه وحقق مسعاه واحفظه بعينك التي لا تنال، وكن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا وعاصما ومجيرا، وأبقه دخرا للبلاد. اللهم احفظه في ولي عهده وفلدة كبده سمو الأمير الجليل مولاي الحسن حسنا، واكلأه بعينك التي لا تنام، واحفظه بالسبع المتان والقرآن الحكيم. وشد اللهم أزر مولانا الإمام بشقيقه المولى الرشيد، واحفظه في باقي الأسرة العلوية المجيدة. محمد اللهم برحمتك وواسع مغفرتك جلالته المغفور لهما بكرمك وعفوك، مولانا الحسن الثاني ومولانا محمد الخامس ابتراهما واجعلهما في مقعد صدق مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا دعاء إلا أجبته بجودك وفضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وخير ما نختم على سورة المصافات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا محمد رسول الله اشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
واسلم عدد معلوماتك وبدالك كلما ذكرت وذكر التاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الفقر عما يصفون. وسلام على المرسلين يا رب العالمين. من أسئلكم عرفان فدعوا له الله 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 الله